الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الطلاب، كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله أن يحفظنا ويعطينا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله، اليوم نلتقي مرة ثانية بمحاضرة مهارات القرآن للسنة الثانية. هل أنتم جميعا مستعدون بكتابكم؟ أرجو منكم أن تستعدوا استعدادا كاملا لمحاضرة اليوم، ومعكم كتاب المهارات القرآن والمصحف. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في طلب العلم، آمين يا رب العالمين. أيها الطلاب، قبل أن نبدأ درسنا اليوم، هيا ننظر إلى هذه الآيات الكريمة ونقرأها معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم. صدق الله العظيم. من الآية الكريمة السابقة، أريد منكم أن تستخرجوا كل كلمة فيها أحكام الميم والنون المشددتين. عما، عن النبأ. أحسنتم، هل هنا تجد الفرق بين هذين حكمين؟ صحيح، هناك تجد الفرق بينهن، منها النون المشددتين ومنها الميم المشددتين. السؤال، ما علاقة بين هذا الفرق بموضوع درسنا اليوم؟ إن شاء الله سنتحدث في محاضرتنا اليوم عن أحكام الميم والنون المشددتين. إن شاء الله اليوم سندرس عن هذا الباب من القسم الأول إلى القسم الرابع تحت موضوع حكم الميم والنون المشددتين. افتحوا كتاب المهارات القرآن للسنة الثانية صفحة 19. قبل أن نبدأ درسنا، هيا ننظر إلى أهداف الدرس. أولاً، ذكر تعريف الغنة ومخرجها ومقدارها. ثانياً، بيان حكم الميم والنون المشددتين. ثالثاً، بيان وجه التسمية لكل من الميم والنون مشددتين، مع ذكر الأمثلة لكل من الميم والنون المشددتين. ومن أهم الأهداف في دراسة علم التجويد هو الملازمة على تلاوة القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد. قبل أن نبدأ درسنا اليوم، أريد أن أوصاكم مرة ثانية
أن تخلصوا نياتكم في طلب العلم، لا سيما أن علم التجويد من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بأفضل الكتاب وهو كلام الله. لعل الله أن يجعلنا من أهل القرآن ويرزقنا بفضائله وشفاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. أيها الطلاب، الآن سنبدأ محاضرتنا عن هذا الموضوع، وهي تعريف الغنة. الغنة تعريفها هي صوت لذيذ رخيم له رنين يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. مخرجها الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم وهو أعلى الأنف، مقدارها لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي. البيان: الغنة لغة صوت يخرج من الخيشوم. هيا نحفظ هذا التعريف، اقرأ معي. تعريف الغنة: الغنة تعريفها هي صوت لذيذ رخيم له رنين يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. مخرجها الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم وهو أعلى الأنف، مقدارها لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي. البيان: الغنة لغة صوت يخرج من الخيشوم. مرة أخرى تعريف الغنة: الغنة تعريفها هي صوت لذيذ رخيم له رنين يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. مخرجها الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم وهو أعلى الأنف، مقدارها لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي. البيان: الغنة لغة صوت يخرج من الخيشوم. أحسنتم، هذا التعريف بسيط جدا، أليس كذلك؟ الآن كرروا هذا التعريف تكراراً حتى تذكروه، لأن التعريف لابد أن تحفظوه حرفاً بحرف كما ورد في الكتاب الذي بين أيديكم. الحمد لله، أنا متأكد أن كلكم تستطيعون أن تحفظوا هذا التعريف جيداً. الآن أريد منكم أن ترتبوا هذه الكلمات حتى تكون تعريف صحيح. الجواب: تعريفها هي صوت لذيذ رخيم له رنين يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه.
أنا متأكد أنكم قد تحفظون هذا التعريف حفظاً جيداً. طيب، الآن ننتقل إلى حكم الميم والنون المشددتين. ما حكم الميم والنون المشددتين؟ هل عرفتم؟ حكم الميم والنون المشددتين وجوب إظهار الغنة في كل من النون والميم المشددتين، وعدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز عن مقدار حركتين، فإنه من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ اجتنابه. معلومات إضافية: أشهر مراتب الغنة 5. أولاً، إكمالها في المشدد والمدغام كامل التشديد، حيث فأصابتكم مصيبة الموت. ثانياً، المدغم ناقص التشديد، حيث يعذب من يشاء. ثالثاً، المخفي ويدخل فيه الإقلاب، حيث فتأتيهم بآية. الرابع، الساكن المظهر، حيث من إله غير الله يأتيكم به. الخامس، المتحرك، حيث قل أمر ربي بالقسط. أيها الطلاب، استمعوا جيداً. حكم الميم والنون مشددتين وجوب إظهار الغنة في كل من الميم والنون مشددتين، وعدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز عن مقدار حركتين، فإنه من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ اجتنابه. معلومات إضافية: أشهر مراتب الغنة 5. أولاً، إكمالها في المشدد والمدغام كامل التشديد، حيث فأصابتكم مصيبة الموت. ثانياً، المدغم ناقص التشديد، حيث يعذب من يشاء. ثالثاً، المخفي ويدخل فيه الإقلاب، حيث فتأتيهم بآية. الرابع، الساكن المظهر، حيث من إله غير الله يأتيكم به. خامساً، المتحرك، حيث قل أمر ربي بالقسط. السؤال: طيب، الآن املأوا الفراغات بالكلمات المناسبة عن حكم الميم والنون المشددتين. وجوب إظهار في كل من النون والميم، وعدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز عن المقدار، فإنه من اللحن الذي يجب على القارئ. هل وجدتم الإجابة؟ ممتازون. الجواب
وجوب إظهار الغنة في كل من النون والميم مشددتين، وعدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز عن المقدار حركتين، فإنه من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ اجتنابه. أيها الطلاب، قد تحدثنا عن ما هي وجه التسمية الميم والنون مشددتين. وجه التسمية الميم والنون المشددتين يسمى كل منهما حرف غنة مشددا، لأن الغنة صفة لازمة للميم وللنون ولا فرق بينهما. الشواهد: قال الجمزوري رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا. المعنى: أظهر غنة النون والميم مشددتين وجوبا، وسم كلا منهما حرف غنة مشددا. مرة أخرى، وجه التسمية الميم والنون المشددتين يسمى كل منهما حرف غنة مشددا، لأن الغنة صفة لازمة للميم وللنون ولا فرق بينهما. الآن سنتكلم عن الأمثلة أحكام الميم والنون المشددتين. في حالة الاسم: لتجدن أشد الناس، في حالة الفعل: ولنسألن المرسلين، في حالة الحرف: إنه لا يفلح الظالمون، في حالة الاسم: ولكل أمة أجل، في حالة الفعل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، في حالة الحرف: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها الطلاب الأحباء، الآن وصلنا إلى التطبيق العملي. هيا نقرأ هذه الآيات الكريمة معا، ولا تنسوا لمراعاة أحكام التجويد الذي قد درسنا سابقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف،
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. الحمد لله، قد درسنا هذا الموضوع كاملا، والآن وصلنا إلى نهاية الدرس عن الموضوع الأحكام الميم والنون المشددتين. تعريف الغنة: الغنة تعريفها هي صوت لذيذ رخيم له رنين يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، مخرجها الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم وهو أعلى الأنف، مقدارها لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي. البيان: الغنة لغة صوت يخرج من الخيشوم. حكم الميم والنون المشددتين: وجوب إظهار الغنة في كل من الميم والنون المشددتين وعدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز عن المقدار حركتين، فإنه من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ اجتنابه. وجه التسمية الميم والنون المشددتين: يسمى كل منهما حرف غنة مشددا لأن الغنة صفة لازمة للميم وللنون ولا فرق بينهما. أيها الطلاب، قبل أن ننتهي محاضرتنا اليوم أرجو منكم أن تطبقوا ما درسنا اليوم بمراعاة الأحكام التجويد أثناء القراءة، وبالتالي لتثبتوا أفهامكم عما درستم فعليكم أن تكرروا القراءة عن هذا الموضوع حتى تحفظوه جيدا، ثم تطبقوه في قراءة القرآن بمراعاة الأحكام التجويد من حيث إعطاء الحرف حقه ومستحقه. لعل الله أن يجعلنا من أهل القرآن
آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.